الحماس والمنافسة كانوا من أساسيات البرايم التاسع من دول مشاهير هالأسبوع، فالمتبريين أصبح عددهم 6 والحلقات النهائية شرفت على الوصول. أما ضيوف البرايم فكانوا البوب ستار رامي عياش والفنانين هادي أسود، عمار باشا وماريس فرزلي. ضيف الحلقة البوب ستار رامي عياش قدم مجموعة من أجمل أغنياته بهالليلة إلى جانب المشتركين، وما قبل تمر إطلالته مرور الكرام، وإنما حب يحقق حلم طفلة من جمعية عياش الطفولة ويقدم مع أغنية اشتقت لك. رغم ضيق الوقت، رامي خص أهل الأعلام بهاللقاء السريع وحب يعبر عن سعادته الكبيرة بوجود جمعية عياش الطفولة ضمن هالبرنامج من خلال المذيعة دولي عياش اللي حبت تدعمها وتتبرع لها بالمبلغ اللي رح تحصل عليه. كتير مبسوط، بشكر دولي. طبعا هذا صار من دون أي اتفاق وتفاجأنا. بشكرها على أخلاقها. جمعية عياش الطفولة صاروا 2000 طفل بلبنان من الشمال للجنوب بيتعلموا يعني من دون مقابل طبعا، وبشكرها وان شاء الله كل الناس مثل دولي تكون بتنتبه انه في جمعيات هالقد تعنى بالاطفال وتعنى بتدريسها. بعيدا عن البرايم، استغلينا اللقاء لنسال عياش اكثر عن البومه الجديد اللي رح يبصر النور قريبا، بالاضافه للكليب اللي صوروا منه. نحن دائما بندعي انه نكون عم نعمل واجبنا والباقي على الناس. اليوم صورت اول اغنيه من الالبوم، خبرني شوي عنها. الجديد بهالغنية انه اول مره بينزل ريميكس اجنبي يعني تكنو بذات الالبوم يلي نازل فيه الفيرسيون الشرقيه، فهيدي في لها فيرسيون شرقيه حلوه كتير بعد ما سمعتها، بس حلوه بعد ما سمعتها انت مش انا. ثانك يو، ميرسي. رامي خلال الحلقه ما اكتفى بالغناء وانما لعب دور المحكم بعد ما جلس بين لجنه التحكيم واثنى على موهبه وليد الحلاني اللي بدوره كالعاده كان شاغل الكواليس بمشاغباته. عم تسرق؟ ما بتغش؟ مش عم نغش، عم ناخد دعم صغير. لا شكرا. شو كتبت عيدك؟ كتبت كتبت شو كيف بدي استلم بعدين. دائما عم بتسيء الكلمة، عم بقول غير كلمة، مش غير كلمة، انه غير جملة، فهلا هيك ما عادش نضيع دغري. منتهية. مش هتخبر حدا؟ لا مش هتخبر حدا، اكيد ما بخبر حدا، بس بحط هلا اغاني ودي كم فولور عندهم، روح مبهدل. بنيجي جماعة الجاي بيجي استاذ اسامة بقلنا شو هذا كنت كاتبه على ايدك، وبناخذ مواد وبناخذ نو، بس ما حيخبر حدا. مقدمة البرامج دولي عياش غنت أيضا إلى جانب رامي وفرحتها كانت مش سيعتها. دولي بعد معك دقيقة وبتصيري على المسرح، قد ايه خايفة قد ايه موترة؟ كتير موترة بس كتير مبسوطة لأنه مع البوب ستار رامي عياش، يعني على طول بعرف إنه هو الباك أب رح يكون تبعي على المسرح، سو آي كانت ويت. الفنان هادي أسود اللي قدم أغنيتين مع كل من عباس جعفر وآلين برومانا كان واضح على التوتر بالكواليس، وهيدا اللي قاله للزميل ألان صالح. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء صراحة موترة شوي، يعني أنا بالعادة ما بكون موترة لد لأنه في مسؤولية كبيرة اليوم، خصوصا العمل الإنساني اللي عم بيكون للبروغرام، و يعني ان شاء الله نبيض الوجه. أثناء اللقاء سألنا أسود عن أصداء أعماله الأخيرة، وينك ويا كل العمر، بالإضافة لجديده وأعماله المقبلة. هلأ إن شاء الله نقدر نعمل شيء لقدام أكتر، وبالنسبة ليا كل العمر النجاح اللي حققته يعني هذا توفيق من الله. شو عم تحضر إشياء جديدة؟ هلأ بعد أغنية وينك اللي نزلت من شهر
نزلت عندكم باي ذا واي. في أغنية جديدة هلا عم حضرها، كلمات عادل فول، ألحان جورج مردوسيان، توزيع بعد بلش توزع بس ما عارفين مين، عم شوف مين بيعطينا أحلى دايركشن لإلها لحتى نفوت فيها. المذيعة آلين برومانا مثل العادة كانت مشغولة بإطلالتها وتحديداً بالمكياج اللي كشفت بعض أسراره لألا. قد ايه مبسوطة ومرتاحة بالميك أب اليوم؟ لا ما في يكون بعيد عني أصلاً، أنا كل إطلالاتي بسليبريتي دواتس وكل إطلالاتي بالحياة من 11 سنة لليوم هو اللي له فضل على هيدا الشيء. حبيبي هيدا الجمال، يعني رح أقول عن حالي إنه الجمال والميك أب الحلو بفضله. راضي عن ميك أب اليوم، يمكن من أجمل ميك أبات اللي عملناهن بسليبريتي. من برومانا منروح على اليابان مع الممثل الكوميدي ليان نمري اللي بلشنا مع المقابلة بهالطريقة العفوية. شو هاللوك الحلو اليوم؟ مش هنحكي عربي؟ أما شو هتغني اليوم؟ مبسوطة اليوم بهذا اللوك؟ أنه إيه مبسوطة أكيد يعني، بس أنه لقيته عادي، إنه لأنه كلهم بيقولوا لي بيشبه اليابان أصلاً، إنه عيوني فيهم شيء لليابان، ومن أول برايم مسز أسامة بتشبه اليابانية، بتشبه الكورية، بتشبه، فحبينا نحقق له حلمه. ليليان خلال الحلقة غنت إلى جانب الرابر عمار باشا. رح نغني غنية يا ليلي يا ليلى، امبارح كنا بالبروفا كان الجو كتير حلو وليليان هضامي بتسطل يقبرني موديلة. أنا لهلأ مصدوم باللوك اللي هي طلعت فيه تبع مساري سبيشلي، صدمت الجميع وعملت شوك او ماي جاد، بس اكيد بوزيتيف شوك. توني بارود مثل العادة بيكون مثل الدينامو بالكواليس، ودايماً كاميرتنا مرافقته بكل تحركاته. مش لبقت لك يا حبيب، مش لبقت لك هلأ حقوق. اليوم أنه مبسوط بنبسط، يعني اللجنة لما تحكي هيك وحس الناس مبسوطين، بالنسبة لي كل حلقة ورا حلقة يعني بلشت هيك إذا بدك صارت عم تطلع الأمور عم تكون أفضل. مبسوط مبسوط على قد هالبروغرام الحلو اللذيذ اللي فيه فرح، اللي فيه شيء بيحكي عن اليومبو، عن المؤسسة الخيرية، هيدي مش انه لكون فنان بس انه مبسوط. الممثل الكوميدي عباس جعفر اللي كان اطلق من مسرح ديو المشاهير اغنيته الاولى انا راسي بعلبكي، كان قلبه على البوب ستار رامي عياش وحب يعطيه بعض النصائح والمعنويات عبر اغاني بدي بس اعطيه شوية دعم. كرامة ما يخاف قدام الجوري، يعني انه هني بينتقدوا كل العالم بس انه ما علاش شو ما قالوا له سفا جزاد عم رامي يعني. ايه اكيد ايه، وكان جاي بدي اقول له انه يسمع غنيتي الجديده اليوم رح تنزل راسي بعلبكي، بدها تكسر الدنيا، ولا فنان يخاف بس حتكسر الدنيا، فرجينا اغاني كمان حتنزل. انا راسي بعلبكي الصوت الجميل والدافي ماريس فرزلي كانت شاركت لأول مرة بالبرنامج وقدمت ثنائية لافتة وأنثوية إلى جانب فاليري أبو شقرة. أول شيء كتير سعيدة لأنه البرنامج كل العالم عم تحضره، يعني نهار الأحد العالم ناطرين مين سيلبرتيز اللي جايين وتشوفوا سيلبرتيز يلي بالبرنامج. أنا كتير سعيدة أنه أكون عم غني اليوم. فاليري فاجأت الكل بأدائة ولوكها الغريب. مبسوطة بس أنا ما بعرف ليه دايماً بس خلص غنيت بحس إنه كان فينا أعطي أكتر، دايماً عندي هالشعور، بس أكيد مبسوطة يعني أنا دايماً كمان بنبسط on stage وحتى الجوري حكيوا كتير منيح انبسطوا بغنيتي، فبعتقد إنه هيدا enough كمان. بالختام التصويت ما كان لصالح المذيعة آلين برومانا اللي ودعت المشاهدين بكلمات من القلب واتمنت التوفيق لزملائها. أنا فخورة كتير بالشيء اللي وصلت له، بشكر كل شخص تعب معي بهذا البرنامج من الأشياء الصغيرة للأشياء الكبيرة ما فينا عدهم لأنه كتير كتار. بحب كل الأصدقاء اللي تعرفت عليهم هون، يعني كل الكانديدات اللي كانوا
موجودين. ميرسي لسيلبريتي دوات، كانت اكسبيرينس بتاخد العقل ما راح انساها بحياتي، بحبكم كثير وميرسي. مع نهاية هالبرايم أصبح عدد المشتركين 6، لتكون المنافسة على الحلقات النهائية مشتعلة، وبالتالي الحماس أكبر وبأعلى مستوياته، والأسبوع الجاي رح يخبي مفاجآت كتيرة. وغنية حبي رح غنيكي.